نعم، اليوم صباحا دخلت عملية الأمن الدائم في المرحلة الثانية، وهي تفتيش وتمشيط داخل المخيم، وتم أيضا معها تمشيط مدينة الهول، حيث عصرت القوى الأمن الداخلي خلال عمليات التمشيط اليوم في قسم ما يسمى بالمهاجرات أي الأجانب. كان هناك تم العثور على خنادق تحاول المرتزقة استخدامها من أجل الخروج، أو كما تعلمون أن الحملة جاءت بعد نشاط خلايا مرتزقة داعش في المنطقة، استغلال ظروف دولية، فتح خط استراتيجي ما بين سوريا والعراق ومحاولة الوصول إلى داخل المخيم. اليوم كان هناك تم العثور اليوم على خنادق تحاول استخدامها في قسم المهاجرات. أيضا كانت هناك كتيبات لما يسمى بأشبال الخلافة يقومون بتدريبهم على الفكر المتطرف. العملية أيضا سارت بنفس الوقت في تمشيط مخيم الهول كمدينة، تم خلالها الإلقاء على 7 مرتزقة وثلاثة آخرين هم مشتبهين حقيقة، أما 7 منهم هم مرتزقة تم القبض عليهم. نعم سيد ريناس، يعني قبل البدء بعملية التمشيط داخل المخيم، يعني يومين عمليات التمشيط كانت خارج المخيم في محيط المخيم ووصلت لمناطق، يعني وصلت إلى الحدود العراقية، هل كان هناك نشاط ملحوظ خارج المخيم؟ أتحدث هنا ليس في المخيم، نشاط ملحوظ للتنظيم الإرهابي، هل لديكم معلومات إن كان هناك تنسيق بين الموجودين العناصر أو الخلايا الموجودين داخل المخيم وعناصر أخرى هم في تلك المنطقة، يعني المنطقة الحدودية جنوب الهول هي منطقة وعرة نوعا ما؟ نعم، حقيقة خلال الفترة الماضية كان هناك تحرك كثيف لخلايا مرتزقة داعش، كما قلنا حاولوا الوصول إلى مخيم الهول، أيضا قاموا بتنفيذ عملية ضد قوى الأمن الداخلي، أيضا كانت هناك محاولات لهم لقطع الطرق وإعادة وإثبات نفسه ووجوده عسكريا على الأرض وابتزاز المواطنين. كما تذكرت حضرتك هناك مساحة واسعة ما بين المخيم و الحدود العراقية، هذه المساحة حاولت مرتزقة فتح ممر استراتيجي لها والوصول إلى مخيم الهول وأيضا إلى هذه المنطقة. المساحة التي تم تمشيطها خلال اليومين الأولين تجاوزت 100 كيلومتر مربع في مناطق باتجاه تل حميس والهول وباتجاه الحسكة وباتجاه الشدادة والعريشة، وتم الوصول حتى الحدود العراقية. نعم، كنت معي من شمال شرق سوريا سيد ريناس أحمد رمو، صحفي في وكالة هوار للأنباء، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به.